بعد أيام قليلة من إعلان اعتزال أغنية الراب وقيامه بمسح جميع صور وفيديوهاته من حسابه الرسمي على الإنستغرام، فاجأ ديدين كانونساز متابعيه بفيديو قام فيه بكلاش للرابر دي بلاك بعد استفزاز الأخير له. واعتقد البعض في البداية أن المقصود من هذا الكلاش هو الرابر تراب كينج اللي تصالح معه كانون منذ أيام، إلا أنه من تابع ستوريهات دي بلاك راح يعرف مباشرة بأنه ديدين كان يقصده هو، مع العلم أن ديدين قام بحذف الفيديوهات بعدها بعد ما كان مقرر إحياؤه بقاعة فلوريدا بالاس بمارسيليا جنوبي فرنسا. قام متعهد الحفلات فؤاد شهاب المعروف بملك مارساي بتأجيل حفل كبير كان مقرر إحياؤه يوم 7 أوت الجاري، واللي كان رح يجمع كل من كادر جابوني، حميدو، ستاتيا، هواري نابولي، الديجي أوس، فرقة الرحابة الأوراسية، واحدو فيتش وغيرهم. وقال متعهد الحفل أن تأجيل الحفل جاء في ظل الظرف الصحي اللي تمر به الجزائر بسبب تفشي فيروس كورونا.